وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن آل البيت التمسوا الأمانة في مصر، كما جدد الرئيس السيسي شكره لطائفة البهرة مؤكدا تقديم الدعم في سبيل تطوير مساجد آل البيت. ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه في حماية وفي حفظ وفي استقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوا. وده من فضل ربنا علينا ان احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية أنا بشكرك وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق لي، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا أن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه.